الحياة أصعب مما تظن، وسهولتها تكمن في تقبل استسلامك. مو هي هي الجملة اللي قالها مهيار قدام الشلة قبل يومين من حادثة لينا؟ هي لا، مو هي نفسها، هو قالها بالطريقة الأصلية اللي وردت بكتاب أدب الحياة لتوفيق الحكيم. كيف هيك؟ كيف عرف إنه مهيار قال الجملة بالطريقة الأصلية قدام الشلة؟ مع إني ما خبرته. معقول يكون مهيار مخبره التفصيل؟ بما إنه ضابط ومسؤول عن التحقيق، ممكن. كتاب أداب الحياة لتوفيق الحكيم؟ كيف ما خطر لي راجع الكتاب؟ الحياة أسهل مما نظن، وسهولتها تكمن في تقبل صعوبتها. أنا قلتها مثل ما قريتها بالكتاب، لكن القاتل حول الجملة بوقتها لتتناسب مع صيغة التحدي اللي وجهها إلي. بشو هالصدفة؟ شو هالصدفة اللي خلته ينتقي جملة أنا قلتها قبل يومين ويرجع يكتب لي إياها على جبين الضحية؟ إذا كان واحد من الشلة، ليه ليدني على حاله؟ هلا هي صدفة وبس؟ بالعموم هذا اللي عندي اياه هلا. انت عم تشك فيهم لانه قلت جمله قدامهم كتبت بعدين برساله على ضحيه؟ هذا السبب الاول. اذا نحن بدنا نفكر بعلم النفس او بالمنطق الانساني، القاتل هي اكبر غلطه بيرتكبها، لانه هو مفكر حاله كتير ذكي، بس النرجسيه تبعه ما عم تدل انه هو ذكي، وما عم يشتلق حدا انه هو ذكي. عم بعثت الرساله خصيصا لإلي بدون ما يحس. هي غلطه كتير غبيه لمجرم انت عم تعترف بذكائه. في سبب تاني، قيس وجود كانوا موجودين بالملهى وقت اختفاء زميلتنا، والاثنين نكروا علاقتهم معه ونكروا علاقتهم مع كل البنات. مع العلم سألنا صاحب المحل وقال البنات طلعوا مع قيس وجود بنفس اليوم. بجوز خافوا، بعدين هدول يعني كل يوم بيطلعوا مع واحدة شكل، احتمال يكونوا مسيوم. معك حق، بس بجوز كمان عم يكذبوا. هدول الاثنين كل واحد أبوه حوت من حيطان هاي البلد. إيه أنا بس استدعيتهم، إيه ما صفي حدا ما دقلي، كيف بدي اتهمهم وأنا ما عندي ولا دليل ضدهم؟ إذا القاتل واحد من بيناتهم، معناتها أنت رجعت استفزيته ليرجع يغلط مرة تانية. تمام، أنت قبل شوي قلتي لي ممكن القاتل يكون جود، أو ممكن يكون هو صلة الوصل، أو ممكن واحد من هاي الشلة. المهم هلأ أتصرفي بطبيعية معه، اجمعي أكبر عدد من المعلومات وديري بالك على حالك. خايف علي؟ أكيد خايف عليك، لأني بعرفك مجنونة ومتهورة، ولا تنسي أنا استعنت فيكي بشكل غير قانوني، وهذا الشيء بيعرضني لمساءلة قانونية. المهم إنه كان بده ياني يركز بهي الدائرة اللي هي مروان وقيس، كميل وشادي، عبير وكارول، وجود ولونا. يا فوزي على ريحة القهوة دخيل الله، يا صباح الفل والياسمين والورد والزوري وكل هدول الشغلات اللي بيقولوها بال... يا صباح القهوة. لك صحيح بورا، شو مشان هذا؟ هاني صرت منيمه كذا مرة وراما ما خرج هيك شغلات بالمرة. مروان أنا بدي أطلع من هون. نعم صح صح، لسا طوي بالك. شو مجنونة أنت؟ لوين بدك تطلعي؟ أنا ما عاد فيني ضل هون أبدا، ما عاد فيني أتحمل. العامة إذا بتعرف إنه هويتها وأغراضها الشخصية معي وهنن على أساس بالمغفر، إنه الأمن أصلاً ما له متأكد ولا عنده أي إثبات بإنه متورطة بحادثة كارول جود،
وكل هذا اللي عم بيصير هو من تأليفي. شو ممكن تساوي فيني؟ ادخل. خير سيد، فيك شيء؟ لا لا ما في شيء، هيك شوية وجع راس بس. سلامتك سيدي، أنا حاسس فيك، حاسس إنك مزعوج كثير لأنه نحن لهلا ما عم نقدر نوصل لنتيجة. بكل القضايا السابقة يا فؤاد كنا نستنى المجرم لحتى يغلط وندور على أثر أو دليل يوصلنا إله. سيدي بهالقضية في شيء أنا ما عم بفهمه، يعني شو الغاية من القتل؟ لا في اعتداء جنسي ولا جسدي، شو بده؟ ما بصير ما يكون في سبب، وهذا السبب هو مفتاحنا. إذا جاوبنا على هذا السؤال منلاقي له الفاعل. صحيح سيدي، اليوم الرائد مهيار اتصل فيك كثير. الرائد مهيار بده دراسات نفسية عن قتلة متسلسلين سبق والقينا القبض عليهم. ايه رح تعطيهم؟ لأنه هي القصة بده موافقات. ايه طبعا طبعا بده موافقة، بس الرائد مهيار والله محيرني، عزله ولا ساندو. سيدي يعني أنا عندي إيمان كبير كثير بحكمتك. سيدي أنت عندك أولاد؟ لا لا أنا ما تجوزت. أنا هيك حاسس بغصة على ولد يحمل اسمي. أنا آسف. لا عادي، بس يا فؤاد السبب يلي ما خلاني أتجوز هو هي المهنة، علاقتي فيها مثل السمكة بالبحر، لا أنا قادر أطلع منه ولا هي قادرة تطلع مني. ما زبطت معي يعني لحتى أتجوز يجيني ولد. الله يقويك سيدي ويحميك. إن شاء الله بفرح فيك أنت وبشوف ولادك. وبعد كم ساعة اجتمعنا كلنا بالجلسة المسائية اللي دعانا عليها جود الله يرحمه. وهي الجلسة كان عنوان التوتر قصف الجبهات. بونسوار. بونسوار، كيفك؟ شو الأخبار؟ أهلا. كيفك كارول؟ ما بحب الورد. بعرف إنك ماسكة، بعد العشاء لنا حكي تاني. كيفك قيس؟ شو أخبارك؟ مسا الورد منورة كارول. نورك. اليوم الجمعة الحلوة لشريكي وصديقي قيس بمناسبة عقد شراكة جديد. شكرا يا جود، شكرا. لو بعرف يا قيس انه انت صاحب الدعوة كنت اول وحدة بكون موجودة. بيشرفني تكوني على طول موجودة. الي الشرف. الله يديم المحبة والوفق على الكل. بس مو قبل ما نفرح فيك يا عبورة، انا رح سافر قريبا وأبداً ماني مفكرة بالارتباط. يعني لا مانك مرتبطة؟ لا ماني مرتبطة. غريب، مع أني سمعت غير هالحكي وكنت حابة يكون أول وحدة بتبارك لك. يمكن قيس كنت لازم تعمل هالقعدة على شرف عبير. خير عبير، في شي خبر حلو هيك عم يلوح بالأفق؟ إن شاء الله ألف ألف مبروك، بسطت لك. على شو؟ يا جماعة ما في أي ارتباط بحياتي، وأنا مجرد إني اتخرج رح سافر برات البلد. لا عبورة اسمحي لي، هالحكي ما هو صحيح، لأنه العصفورة خبرتني غير شيء. يعني أنا ما عم بفهم، لأنت بدك تخلي الموضوع سكرت وما بدك الشلة تبارك لك. ألف مبروك. بحب خبركم إنه جود وعبير سون رح يلبسوا المحابس وصار لهم فترة مرتبطين. جود وعبير؟ كيف؟
لا يا جود، لا يا جود، لا يا عبورة، شو هالتحول الانشطاري الدرامي المفاجئ؟ صارعتوا اخذنا انت جوزي في عرضكم. الف الف مبروك يا جود، خبرني بفرح لك. لا كثير بليز، ما معقول تروحي، خلينا نفرح لك. يعني شو بدي لكم، صورهم بالبيت سوا هي وجود، ييه شو حلو، غير شكل. كارول شو هالحكي؟ عبير دافعي عن حبك وقرارك، والله والله انتو كتير حلوين ولابقين لبعض. اللي كان رح يصير خطيبي فاتح بيته وتخته لرفيقتي، واللي بيته لهلأ لهي الدقيقة أنا لساتني ما فتته لأنه ما صرت خطيبته بشكل رسمي. خلصنا خلصنا. يا خراشي تبقى عرض، أنا الوحيد اللي بارك لها. يا شو معك الوانا محلكم، ما حدا يتحرك من مكانه. بدنا نكمل السهرة سوا، ولا نسيت إنه هاي المناسبة بتخصني إلي شادي؟ شهرين شهرين وأنا عم بكتب لجود قصايد شعر ورسائل حلوة كتير، وسالخ قدامي هيك صورة كارول ونازل كتابة، تطلع بالأخير كل هاد الحكي العبير. يفتح عرضك يا جود. وهديك الأبلة يعني ما حسيت إنه العيون اللي عم ينحكى عنهم مو عيونها؟ إلا ما بيشبه عيونها أصلا، يعني كأنثى من جوا هيك ممكن تغار على حدا، على حبيبة، ما حسيت إنه هدول عيون كارول؟ يمكن كانت أصعب ليلة بحياة عبير سيدي، لهلأ ما فيني أنسى ملامح وتفاصيل وشه بعد كلام كارول. فعلاً اللي صار بهديك الليلة لا كان على البال ولا على الخاطر. رح أقتلك وأخلص منك يا حيواني. أنا عبير تورجي العالم علي هيك؟ إيه بسيطة بسيطة. شو حبيب؟ أنت حتنزل العشاء؟ لما بتروق كارول بينزل العشاء فورا. ولي تعال هون، لا ما سمعت صوتك، ليكون انت كمان عندك شغلات تلوحوا في الافق، بتعرفك زعرة. شعرت بهالفضيحة اللي سمعتها، بس لا تقلي بينعمل منها مادة. واو برافو، والله برافو، الكل عم يقنص الكل. همش اللي حبيبي عيني. يا ليلي أبي صحيح. أنت ليه ما بتفكر تطلع برا هالوجوه؟ شلون يعني؟ رسوم شي تاني. شي تاني ما بقدر، إيدي فورا بتروح للملامح هاي، ما بقدر. طب رسمني أنا. لا يا أبي لا، أنت جنبي بعيد الشر عنك، يعني أنا لما بدي أشوفك بتطلع فيك مباشرة، ليش لحتى تطلع على الورق لحتى أشوفك؟ أقصى عليك شادي، ما بدك تحكي لي شو اللي باسطك. بتتذكر شو قلت لي من يومين؟ لا والله ما بتذكر، ذكرني. الحياة. الحياة؟ ايه، معك بالجامعة؟ بعد طلبة بكالوريا. الله يفرحني فيك يا شادي، بس الله كاتب لي عمر. بعيد الشر عن قلبك، والله يمكن لو بتطلع بس برا باب بيتنا شوي وبتطلع مقابيلك كنا نفرح فيك قبل. لك شادي ما بدك تبطل هالحكي بقى. أبي المرة ناطرة منك لفتة. خيو أنا فايت كمل سهرتي بغرفتي، وأنت كمان قوم على دراستك يلا. هلا ليش كل ما بنفتح موضوع جدي تتهرب؟ بوعدك إني جاوبك، بس أنت بدي إياك تجاوبني، وين كنت عم تروح بهالليالي؟ ضل وش الصبح اللي لشوف. شفت أنت عم تخبي علي وأنا بدي خبي عليك، واحدة بواحدة. تصبح على خير. وانت من اهل. على ابو شادي يا شادي. حبيبي يا عيني. انت شو عم تعملي قدام بيت جود؟ انا ما نبهتك تديري بالك على تصرفاتك؟ ما صارت خناقه بين جود وكارول. لحظه، في بنت وصلت بالتاكسي هلا. لك مش انت مو نزلت البنت هلا. يا بنت الحلال انت مو شغلتك ترابي، مين وكلك ترابي وتحطي حالك بخطر؟
ايه؟ هذا اليوم بيتطرخ يا كمين، يا ترى رح يتركوا بعضهم؟ ولا مرة حسيت انه في عاطفة بين كارول وجود، لدرجة انه حتى زواجهم مصلحة. كارول حلوة، حلوة. لا هي حلوة بس سافلة وحقيرة. كيف يعني؟ يعني بتعامل الشخص على قد ما معه مصاري. وهو المطلوب. على شو ناوي؟ كل خير. يا ابني فتح عيونك منيح، البنت اللي وصلت هلأ كمان من المشتبهين. شو بدك بلونا انت؟ اذا ما عم تعيخها اتركها. يلا الله يرضى عليك. دائما الانسان سيدي لما يغرق بوحلة من الاخطاء بيكون امام خيارين، يا بينظف نفسه وبيرجع بيفكر بالعقل، يا بيغرق اكثر واكثر وبتغري شهوات الحياه. وللاسف هذا يلي اختاره جود. وبعد ما شفت البنت اللي وصلها رضا ضليت ناطره قدام بيت جود لطلوع الضوء حتى اطمن انه رح تبقى بخير وسلامه، واقطع الشك باليقين واكد لمهيار انه جود مانو القاتل اللي عم ندور عليه. يا صباح التفاح أشر لي وانا ارتاح، يا واد اسكت ما تنطقشي، يا واد وسع عشان امشي. يعني والله القهوة ما بتعبي الراس. شو هاد؟ الدمية لعبة. على سيرة الدمية والله اشتقت لليلى. أنا إلى ليلى. شلوني معك اليوم؟ أهلا وسهلا وطف الجرن ما شاء الله حولها. شو هالنظافة وشو هالهفافة، ريحتك يمكن واصلة للجسر الأبيض. شو هذا ما بدا؟ أكيد تغيير شكل. بعدين لحالي أنت اليوم ما بينتي، فلازم الجار يسأل عن جاره خاصة إذا كان حلو. كأنه معسل تفاحتين. ها يعني فقدت لي؟ لك لا، قلت لحالي ما بينتي، خفت تكوني مسافرة ولا شيء. يا على عيونك، وين بدي سافر أو شيء؟ هذا بيت أهلي عايشة فيه من يوم يومي، ما عندي غير أخت وحيدة باللادقية. صرت قايلت لك 100 مرة صدفة لتيجي لعندي أو أنا أروح لعندها. هلأ هو الصراحة أنا كان آخذ على خاطري شوي، بس هلأ رضيت مشي الحال. شايف قلبي شو طيب وبيرضى لحاله؟ يعني أنت بخير؟ إيه بخير الحمد لله. لكام خاطري بس شو رأيك تجي نتسلى شوي مع بعض، نشرب لنا شي كاسة؟ يخرب بيتك إلهي، هذا بضل قاعد النوم أمبس على الشباك. اسمع لقلك إن شاء الله بتتسلى بحق ظهرك. إيه وطلع على بيتك استناني، لا تشرب ولا شي لبين ما أعمل لي كم صدوشة وأجي لعندك. ماشي؟ يعني جايك؟ إيه جايك. يا عيني عيونك، بضل قاعد على الشباك. ثاني يوم وبعد ما اطمنت عن البنت قطعنا الشك باليقين ونحذف اسم جود من قائمة المشتبهين. كان لازم وصل صورة شوفير التاكسي وصورة البنت اللي معه لمهيار، لأنه إذا وصل الأمن لرضا رح يعرفوا هوية الزباين التانيين اللي عم يتعامل معهم، ولح يوصلوا بدون شك للقاتل اللي ارتكب كل هاي الجرائم. سيدي بسيطة سامي، بتعملوا بصورة شوفير التاكسي على كل العناصر وعمل صوره كمان بالملهى. لازم نجيبه لهذا البني آدم، في معلومات كتير مهمة، بعدين ممكن يعرفنا على شوفير التكاسي اللي بيشتغلوا هالشغلة. لحظة، ممكن يكون في صورة تانية باين فيها نمرة السيارة.
هاي البنت وشها مألوف علي كأني شايفها بالملعب. هاي مو وقت ما شفتك عباب المشفى؟ هذا نفسه الشوفير سيدي. هاي البنت اللي كانت أكلة قتلة بالمشفى وقالت إنها تعرضت لاختطاف واغتصاب من قبل مجموعة من الشباب، وقالت إنه أسعفها شوفير تاكسي ما بتعرفه، والكل قال إنه راح بدون ما حدا ياخد إفادته، مع إنه هو نفسه شوفير التاكسي يلي وصلها عبيت جود قبل. رح عمم رقم السيارة وطالع مذكرة بحث، بس سيدي ممكن تخبى من الخوف مو أكتر. هلا هو كان مع البنت ببيت جود وقت ما أكلت قتلة مو صدفة، أما وقت ما اختفى صدفة. جيب لي يا سامير. ماشي سيدي. طيب في داعي نستدعيها؟ لا لا ما في داعي، بس الشوفير. يا عبي سيدي يعطيك العافية. شو هاي؟ سيدي هدول أصحاب الأرقام اللي اتصلوا بالسمان اللي بلغ عن آخر ضحية. لك أنا راجعهم وشوف إذا في شي مهم. أوراق سيدي. يعطيك العافية سامير. مهيار شو بك؟ آخر بنت لهلا ما لقيناها، وأنا خايف يكون إلها علاقة بهدول الجرائم. بجاييني إحساس إنه هي مانا مرتبطة معهم، بس خايف لتتحول لصورة مثلهم. صباحو. ما بدي لك صباح الورد لأنه الورد بغار من صباحك، بدي لاقي تحية خاصة تليق فيكي. خجلتني، أنا ماني قد هالحكي الحلو. غريب، يعني بنوتة حلوة مثلك لازم تكون متعودة تسمع هذا الحكي الحلو. لا لأنه ما بسمح. دبري حالك بالزبون هلا عفاف خانوم، لأنه ما صار لك يومين ثلاثة طيبان وشك من الورا، لأنه كنت كل ما أخذك لعند أي زبون شيء قلي إيش هو جايب لي بضاعة ستوك. هلأ أنا صرت بضاعة ستوك يا زفت. أحمدي ربك وشكري وبوسي إيدك وشوقفك إنه هاد الزبون قلي بدي قطعة خفيفة لأنه ما معه مصاري. نوب، فجبناكي إلي. أحمدي ربك وشكري. إيه لا تواغزينا عفاف خانوم، لا تواغزينا، لا تواغزينا. أنا كنت بتمنى إنه سهرة امبارح تكون أحلى من هيك، بس يلا هيك صار. عادي، أنا ما وقفت عند الموضوع أبداً، ما بتطلع على ورق. لا تخبي، أنت نطلتي لحتى اجتمعوا الكل وحبيتي تعملي فضيحة لجود، ولا كان فيكي ما تجي؟ مو بس لجود، والعبير كمان. أنت بتعرفي إنه ولو، بس أنا بمرق الشغلات بكيفي، بس مو لدرجة إنه يعشق ويتمعشق من ورا ظهري. لا، ومين وحدة من الشلة وعاملة حالها رفيقتي. انت وجود كنتوا بتحبوا بعض؟ كأنه عم بنسأل كتير، يعني هو تحقيق ولا جود طالب؟ لا اذا بتضايقك السيرة من غيرها، بس انا كنت حابب اعرف شو رأيك بالموضوع. يعني بصراحة ما بعرف هلأ شو مشاعري، بس اكتر شي عاجبني انه جود عم بيدور علي وما عم بيلاقيني. ما عم يلاقيكي؟ ما ترك طريقة إلا وجرب إنه يحكي فيها معي، بس ما رح يوصل، وحتى إذا التقينا ما رح سامح. والحب؟ حب؟ بيني وبين جود ما في حب، نحن متفقين على الزواج إيه، بس شوق وغرام وهيام. جود شاب حلو وابن عيلة ووضعه المادي مرتاح، وأنا كمان بنت بيت وحلوة، يعني ببساطة عقلنا ظابط على بعض. فيك تقول بالمختصر يعني هي جوازة أهل بأحسن أحوال. وأنت أكيد مانك ملحق معجبات كتير، لا تعدي، بس المهم أنا مين شايف. وأنت مين شايف؟ بحب خبركن إنه جود وعبير
سون رح يلبسوا المحابس وصار لهم فترة مرتبطين. أكيد أكيد خبرته شو صار. يا ربي دخيلك شو بدي ساوي هلا، والله رح يموتني. مين اللي خبره؟ مين؟ أبو شعدي حاجة تلزق ورق على الحيطان، ما صار لي زمان منظفته. ما بدك تاكل هالسندويشه تسكت جوعك؟ لا لا ماني جوعان. انت بدنا نخلص معه من هالذكريات. تشكل قاسي شو حنون، ما يعينك. شو قلتي ليلى؟ شو قلتي؟ ايه عم اقول انه رسماتك كتير حلوين. ايه انا بحب هذا النوع من الرسم، هذا بسموه بورتري. شو يعني بورتري؟ البورتري هو هذا الحجم من الصورة، في منه بيساووه مجسمات ومنه بياخذوه فوتوغراف. انا برسمه، بحب هذا النوع من الحجم. ان شاء الله عقبال ما ترسمني هيك شي نهار وتلزق صورتي على الحيط. انا عم فكر ما ارسمك ابدا، عم فكر بس الزقك بالحيط، قصدي ازيك بقلبي. اياك عم بمزح معك، قاعدين اكل هدي. تفضل. الحياة اسهل مما نظن، وسهولتها تكمن في تقبل صعوبتها. دكتور، الضحايا الثلاثة ماتوا خنق باليد، هذا بدل انه القاتل هو رجل. تعرف انه الخنق بده قوة، ما في اثار قيود، مما بدل انه الضحايا كانوا بيعرفوه للقاتل مرتاحين. واخر ضحية انقتلت بطريقة مختلفة، لانه اثار الردود والكدمات وعدد الطعنات اللي انطعنت فيها بدل على انه انقتلت بطريقة تشفي، يعني في حالة انتقام. نحن قدام قاتل مهووس ومجنون، يا امام قاتل ذكي وبيعرف كل تحركاتنا. سابق كل الاحتمالات بتصير وممكن